بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة ومن داخل سوق البقر الوالد. يا جماعة استنونا كده هنعمل لكم تقرير لسوق البقر كله. بسم الله ما شاء الله، احنا عملنا فيديوهات يا جماعة، عملنا فيديو أول لسوق البقر وده الفيديو الثاني، وفي فيديوهات لسوق الجاموس وفيديوهات لسوق الغنم والماعز وفي فيديوهات لسوق العيول الجنية. خش كده في القناة، اشترك في القناة ودوس لايك للفيديو وتفرج على الفيديوهات كلها. استنونا يا جماعة في تقرير لسوق البقر كله. هذه معانا أول بقرة يا جماعة، شوفوا لكم هي تفاصيلها كده. السلام عليكم. ايه تحتيها يا عجل؟ تحتيها عجل البقرة دي يا جماعة. بسم الله. ايه سنها كبير؟ كسر أربعة. ما شاء الله. ايه الفلوس؟ 21 يا جماعة. البقرة دي كسر أربعة، سنها صغير يعني، وتحتيها عجل. بسم الله ما شاء الله. ودي المحاليب بتاعتها. بسم الله ما شاء الله. فلوسها 21. 21. السلام عليكم. هذه يا جماعه البقره دي تحتها عيك، تبارك الله. كم رقمك كبير؟ 011 35 88 982. العنوان فين يا كبير؟ النجاج ركبومبو. اسم الكريم؟ احمد. ماشي عم احمد. هذه يا جماعه البقره دي السلام عليكم. لو قلنا بتحلب ده عم احمد بتحلب كام وكام؟ لسه مشترينا. تمام. الراجل بيقول يا جماعه لسه مشتريها من السوق يعني. اهي البقره دي، بس طبعا انتوا عارفين البقر يعني ممكن، واللبن ده رزق في الاول وفي الاخر. يعني على حسب ما هتوكل، على حسب ما هتلاقي لبن. احنا نقول مثلا 3 و3 يعني، ما شاء الله. اهي وادي ولدها، متشكرين عم محمد. وادي ولدها. لا احنا والله يا واحد، بس انت خليك في الطريق وصال محدود. والله ما في جنب عليك. يا جماعه الصلاة على النبي، معنا حتة بقرة حلوة هنا ما شاء الله. تبارك الله. بسم الله ما شاء الله. ودي المحاليب يا جماعة، 4 محاليب. تبارك الله. بسم الله. هذا تحتيها عجلة يا جماعة، مش عارف في حاجة ولا لا. صل على النبي. ازيك يا عمدة؟ اسم الكريم؟ اسمي حسن محمد. ازيك يا عم حسن؟ الله يخليك يا عم حسن. ايه سنها البقرة دي يا خال؟ البقرة دي سنها معلم الأول قافلة. صدع الأول؟ قافلة على الأول يا جماعة البقرة دي. صل على النبي. على كده لو قلنا ايه نوعها دي تعرف نوعها؟ نوعها معلم فريزي. مش الصلاة على النبي. ما فيهاش حاجة هولندي يعني؟ خليط. فريزي اصلا. الصلاة على النبي. هذا يا جماعة بقرة قافلة على الأول أو سادة على الأول، وادي المحاريب بتاعتها تبارك الله. الصلاة على النبي. ده عجلة كبير؟ ده هو الرجل ده. تبع الرجل ده. تبعك انت؟ شايفك بتسأل هنا عشان كده هو ما يفهمش في الباقي. الصلاة على النبي. تحتيها العجل ده صح؟ الصلاة على النبي. هذا يا جماعة تحتيها العجل ده. 10 شهرين. 10 شهرين عليه. وين الفلوس؟ 25. 25؟ فلوسها 25 يا جماعة. تحتيها العجل ده. دلوقتي يا أخي أنا عايز بس شفت حاجة في العجل، عايزك تقول لي عليها إيه. تعال كده. بص يا كبير. ايه اللي فيه من تحت دي؟ ده هو كده عشان هاي يعني. ده مش فتاك؟ لا مش فتاك. هذا يا جماعه سره. لا مش عندك يا باشمهندس. ماشي يا خالد. لا بنزل على خلاف المصنع. هذا يا جماعه قلت لي سعرك كم؟ 25 و10 شهرين. 25 و10 شهرين. الصلاه على النبي. تسيب رقمك لو حد عايز يتواصل معك فيه ولا حاجه؟ لا لا تمام. ماشي كبير، متشكرين يا حي. الله يوسع عليك يا خالد. هذه يا جماعه البقره دي تبارك الله. هذه سوق الوالد يا جماعه، الله اكبر يعني. هذه معانا البقره دي يا جماعه كمان. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. تحتيها انت يا جماعه تبارك الله. هذه يا جماعه هذه المحاليب. بسم الله ما شاء الله تبارك الله يعني. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هذه تحتيها انت يا جماعه. الصلاه على النبي. الله يخليك يا حي. ايه سنك يا كبير؟ ايه السن؟ لسه تو جديد. قافله جديد؟ ايوه. الصلاه على النبي. اللهم صل على النبي. تحتيها انت يا؟ ايوه. تمام. هذه بقره قافله جديده يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. بتحلب اخا؟ ايوه. بتحلب كام وكام؟ بما يرضي الله. احنا ما بنحبش نخدع المشاهد. بتحلب كام وكام؟ 3 و3. لو قلت لي الله ينور عليك، انت كده راجل محترم اخا. الاسم الكريم حي سيد عبيد. ازيك عم سيد؟ الله يبارك فيك. ايه الفلوس بما يرضي الله عم سيد؟
فيها بيع وشرب 26.5. أيه. طب تحب تسيب رقمك لو حد شاف من خلال القناة عايز يتواصل معك فيها؟ نسيب رقمي. ماشي سيب لنا رقمك. هذه بقرة يا جماعة من المال الطيب، حاجة بسم الله ما شاء الله، وتحتيها انتهى كبيرة. ممكن نبيع هنا بس. ماشي لو بعت الله يسهل لك. هذه يا جماعة البقرة بسم الله ما شاء الله تبارك الله. أنفريكم على البقرة كلها اليوم. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ودي المحاليب بتاعك. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. ماشي عم سيد شكرينا حي. صل على النبي. عمدة صور لك ده. ماشي. صل على النبي. يا جماعة فيها بيع وشراء 26.5. هنخش ايه؟ نشوف ايه؟ الحياة الثانية دي معانا في بقر والد معاه عيول. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم. اسم الكريمة كبير. ازيك عم احمد؟ ايه معاك هنا واحدة ولا اثنين؟ اثنين. بسم الله ما شاء الله. دي ده ولدها؟ ده ولدها. ايه سنها ده كبير؟ كاشفة. كاشفة يا جماعة اللي هي بعد السادة يعني سن اكبر من السادة. بسم الله ما شاء الله وتحتيها العجل الحلو ده تبارك الله. ايه الفلوس يا كبير؟ ايه الفلوس يا وعيلها؟ فيها بيع وشراء ب 25. بسم الله ما شاء الله. والثاني ده كبير؟ نوريكم بس ايه المحاليب الاول. هذه المحاليب بتاعتها يا جماعة. هذه أربع حلبات ما شاء الله تبارك الله. كاشفة يا جماعة يعني أكبر من السادة. فيها بيع وشراء ب 26. 26.5 قلت لي؟ 25 بس؟ 25 يا جماعة. فيها 25,000 البيع والشراء. والثانية دي تحتها النتاية دي هنوريكم الأم بتاعتها. إيه سنها ده كبير؟ لسه ما خلصتش. يعني بتساوي بالصلاة عنا بتساوي الفرادة دي يا جماعة. هذه البقرة دي بتساوي الفرادة معنا. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. وهذه المحاليب بتاعتها يا جماعة. الصلاة عنا. ايه الفلوس ده عم احمد؟ فلوسها ايه دي؟ ولا البيع والشراء؟ 22.5. 22.5 يا جماعة وبتساوي الفرادة وتحتها النتاية دي. متشكرين عم احمد. بقول لك عم احمد في ناس بتحب تواصل، لو تسيب رقمك لو في حد عايز يتواصل معك في حاجه رقم تليفونك. كم رقم عم احمد؟ 010 14 85 85 88 54 54. العلوم فين حق احمد؟ غرب بمبان. غرب بمبان. بمبان أسوان يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. هذه بقرة يا جماعة 25 تحتها عجل تبارك الله كاشفة يعني سنة أعلى من السادة. وفي كشفة في بقرة تانية بتساوي الفرادي تحتها النتاية دي 22 قلت لي؟ أيوه بيع وشراء 22.5. متشكرين عم أحمد. هذا يا جماعة من داخل سوق البقر الوالد. السوق بسم الله ما شاء الله تبارك الله السوق رامي تبارك الله يعني. بسم الله. تحتيها الأكل والثاني تحتيها نتاي. اللي من هنا السودة دي تحتيها إيه؟ تحتيها نتاي. النتاي اللي جنبيها دي. أي. النتاي دي بلدي. بلدي. والأم إيه نوعها كده؟ بلدي برضه. بلدي برضه. الصلاة على النبي. إيش إنها؟ بقرة سادة. سادة. الصلاة على النبي. وين الفلوس حقك؟ 22.600. 22.600 هذا يا جماعة الجمال والحلاوة دي. البقرة دي أرخص درة كمان. صور لها درة. صور لك درة كلها. الصلاة على النبي. 22.600. 22.600 يا جماعة الفلوس بتاعتها. فيها بيع وشراء ولا حاجة؟ ولا هو ده البيع والشراء؟ لا فيها بيع وشراء ب 23. 23.5. الصلاة على النبي. الصلاة على النبي. هذا يا جماعة. من ورا كمان من ورا أكثر. أكثر. الصلاة على النبي. هنا امسك هنا اقعد هنا زي كذا. احلب للاربعه. طيب احلبهم. ما ينفعش في الارض. ليه؟ لا في يدك حاجه بسيطه. احنا عايزين نشوف الاربعه شغالين ولا لا. شغالين. هذه الاربعه يا جماعه شغالين. الصلاة على النبي. يا بطل. الله اكبر. استنى الرد. عايز البلان ده. الصلاة على النبي. يلا يا مهل. بس لبنات على كديهم صح؟ لا بالصلاة على النبي. لبن كتير. لبن كتير. لو قلنا بتحلب دي بتحلب على كده بعد عيلها؟ لا تحننها بعيلها. لا بحننها. بتحننها. بالصلاة على النبي يعني عيلها بس. عيلها بس. عيلها بس. خلص مع العمدة عادل حقك واحدة رخيصة تجيب الناس من مصر. تمام. أهم حاجة تخلص. يا دي تجيبها من أمريكا دي. والله أستراليا دي تجيبها. أي والله يا خالد. أي والله. أي والله. الصلاة على النبي. اللهم صل على النبي. حاضر صور الثاني ده ويجي لك. صور الثاني. الصلاة على النبي. هذا يا جماعة معانا بقرة ثانية.
هذه الحلبات بتاعتها تبارك الله يعني ما شاء الله. معلش يا جماعة السوق ماشي ماشي. ما انا مش عايز اكب في الارض. هذه يا جماعة هذه يا جماعة هذه الاربع حلبات هذه الاربع حلبات الصلاة على النبي. هذه يا جماعة الله اكبر تبارك الله يعني. الصلاة على النبي. بلدي وكم ده حاج تحتيها عجل ده تحتيها ذكر تحتيها ذكر يا جماعه. أيوة. الصلاه على النبي الله اكبر يا عم. ولي شهر يا الصلاه على النبي لي شهر يا جماعه. الرجل بيقول ايه سن هذا كبير قافله جديد. تمام وين الفلوس؟ تفضل يا فندم. 22.5 يعني 22600 22600 22600 و22.5 الميزه عشان الذكر. الصلاه على النبي. طب تقول لي رقم تليفونك لو حد حابب يتواصل معاك في حاجه فيهم. 011 525 525 725 725 02. العنوان فين يا كبير؟ العنوان الرغام البلد. الرغام البلد كومبو يا جماعه. كومبو الرغام البلد يا جماعه احسن ناس. الصلاه على النبي ارخص حاجه. الصلاه على النبي يا عم. 12.5 معانا بقره يا جماعه ب 12.5 يا بلاش. 10 5 شهور بما يرضي الله. والله خمسه خمسه خمس شهور وفلوس 12.5 12500 ايوه 12500. الصلاه على النبي. الاربع حلبات شغالين كويسين. الاربع حلبات الاربعه موجودات يا ابو ماشي. وقف لنا طب كده بس بس هذا يا جماعه ايه صورها من ورا. الصلاه على النبي ماشي. اطلع بيها قدام سنة. طيب الله كنب الله كنب الصلاه على النبي. والله دي عبد الرحمن ابو جابه قدام. الصلاه على النبي. فلوس 12500 يا جماعه يعني بالصلاه على النبي 10 5 شهور. الرايق يقول نقول له رقمك يا حاج. 011 29 27 26 26 26 5 6 5 6 10 5. اسم الكريم رمضان. من فين عم رمضان؟ من ضراوة. من ضراوة يا جماعة. هذه بقرة يا جماعة 10 5 سنها. هي قلت لي سنها نظيف سنها يعني سادة ساد. سادة اهي 12500 جنيه يا جماعه. 12500 الصلاه على النبي تبارك الله. والله تبارك الله تبارك الله يا جماعه. سوق ابو هريره الله اكبر يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. الصلاه على النبي. مش مقطوع. الصلاه على النبي. والله ما مقطوع. الصلاه على النبي. الصلاه على النبي. هذه معانا بقره ثانيه هنا. الصلاه صورها لك؟ ليه صورها؟ قناع. الصلاه على النبي عم الله اكبر. ما شاء الله. ايه سنها دي؟ ربع. كسر الربع؟ ربع ويعتبر وجم فراد ربع. الصلاه على النبي. دي بنتها اللي تحتيها؟ بنتها ان شاء الله. ايه الفلوس؟ ايه الفلوس؟ فلوسها كم؟ ولا البيع والشراء كم؟ 19. هذه البيع والشراء يا جماعه 19. تحتيها انت تبارك الله ما شاء الله. الصلاه على النبي. هذه المحليبه يا جماعه على كديها هي بس يعني ايه فلوسها برضه على كديها 19. متشكرين يا عمده. تسيب رقمك؟ تسيب رقمك اخا؟ عايز تسيب رقمك؟ رقم تليفون لا لا ماشي. في ناس يا جماعه طبعا ايه ما تحبش تسيب الرقم بتاعها عشان يعني ايه خاطر المكالمات الكثير والكلام ده. هذه معانا بقره ثانيه يا جماعه. والده دي؟ عشر كبير. عشر كبير. عشر كم شهر يعني؟ عشر ستة. عشر ستة. وين سنها؟ سنها بقره. سادة يعني؟ سادة بالصلاه على النبي. اهي يا جماعه وادي المحاليب بتاعتها. عشر ستة. عشر ستة. عشر ستة. الصلاة على ايه الفلوس يا كبير؟ ايه الفلوس؟ 18700. سيب رقم تليفونك. ليه؟ لو حد عايز يتواصل معك فيها. في ناس بتشوف الفيديو ده. انا يمكن ابيع هنا. يا عم الله يسهل لك ماشي. احنا برضه يا جماعة مش بنبخل عليكم بحوار رقم التليفون عشان خاطر لو في حاجة شفتها عجبتها تعرف تتواصل مع صاحبك. الله يوسع عليك. متشكرين يا خال. الله يوسع عليك. الصلاة على النبي. الصلاة على النبي. هذه معانا بقرتين يا جماعة. بالصلاة على النبي. خليت عيد النبي جمعا يا رب. قلبي نام قد البقرة الأولانية دي. اي ايه تحتيها؟ تحت انتاي وعشر تاني. عشر عشر كم؟ شهرين. شهرين. وايش سنها؟ كسرة ستة. كسرة ستة. الصلاة على النبي. وين فلوسك يا كبير؟ الاثنين مع بعضهم. الاثنين مع بعض. 48200. ودكة عشر تاني برضه كسرة جوز واحد فكري. ايش؟
اثنين في بعضهم 48. دي قلت لي كسره كم؟ كسره 6 سنات. كسره 6 سنات ودي كسره جوزه يا جماعه. تمام والاثنين مع بعضهم. أيه. تحتيهم نتيتين ولا نتاي وذكر؟ نتيتين. ايه الفلوس مع بعض يا كبير؟ 48,000 وعشر ثاني. وعشر شهرين ولا عشر شهرين؟ وعشر شهرين يا جماعه. كل بقره فيهم عشر شهرين. نصور المحاليب طيب؟ هذا يا جماعه المحاليب بتاعتهم. دي كسرة جوز يا جماعة. تمام تمام. دي كسرة جوز يا جماعة. يعني دي أول ولد. أول ولد دي يا جماعة. الصلاة على النبي. أول ولد يا جماعة تبارك الله. الصلاة على النبي. الصلاة على النبي. ده تبع هنا؟ لا مؤاخذة يا جماعة. اللهم صل على. تمام هجي لك أنا. خلص ظل أجي لك. ماشي. هذا يا جماعة. الصلاة على النبي. طب لو قلنا التفنيطة كام وكام حق؟ 25 و23 و200. 23 و200. و25. 25. ايوه و23 و200. هم الاجمالي 48 و200. و200. الصلاة على النبي. نسيب رقمك يا خالد لو حد عايز يتواصل معاك. 011 يا عم. 011 44 44 5 5 44 ثاني. 44 ثاني. 946 946. العلوان فين يا كبير؟ الرغام البلد كامنبو. احسن ناس يا عم الرغام البلد يا جماعه. البقرتين دول عاملين 48,000. الله يوسع عليك يا خالد. 48,200 سعر البقرتين. دي اللي من هنا عامله 25,000 ودي عامله 23,200. دي فلوسهم يا جماعه. معانا بقره ثانيه هنا. الاجمالي. هذه معانا بقره جايبه عجلي بسم الله ما شاء الله تبارك الله. كم شهر ده حق؟ شهرين. شهرين. هذه ده يا جماعه العجل الحلو ده شهرين. الصلاة على النبي. وين سن البقره يا خال؟ سادة على الاول. سادة على الاول يا جماعه. هذه البقره دي سادة على الاول. منور يا خال معانا والله منور. الصلاة على النبي. لا ما شاء الله لبن مري كمان. هذه صور تحتيها. حق الادب على مالك على مالك على مالك. يا عم بالصلاة على النبي. حرام. بالصلاة على النبي. بالصلاة على حضرة النبي. ايه الفلوس يا كبير؟ 22 الى 200. الله اكبر عليك يا عم. الله اكبر. 11,800 يا جماعه. 22 الى 200. 22 الى 200. 11,800. لا يا راجل. 22,000 الى 200. 21,800. ايوه لا مؤاخذه. معلش حقك يا باشا. لا مؤاخذه يا جماعه. والصبح بنلف في السوق والله. الله يوسع عليك. الله يوسع عليك. 21,800 يا جماعه لا مؤاخذه. حاضر يا خالد. حاضر. الصلاة على النبي. نسيب رقمك يا خالد لو حد عايز يتواصل معاك. استنى على الاولاني. نسيب رقمك. رقم التليفون. الاول. ماشي وريني كده سنها. النهارده يا جماعه اللي مش هيلحق العروض بتاعت عروض كابومبو النهارده هيفوتوا كتير والله. الاسعار دي كلها مع المزارعين يا جماعه. وادي السنه هنوريه لكم اهو. سادة على الاول دي كده صح؟ على الاول. سادة على الاول اهي يا جماعه. الصلاه على النبي. اسم الكريم يا حاج. محمد عبد اللطيف العوم حسن. محمد عم محمد عبد اللطيف. نسيب رقم تليفونك لو حد شافه عايز يتواصل معاك فيها. ماشي بس نوب التليفون. 22,200 يا جماعه. 22,200 البقره دي. يعني 21,800 دي الفلوس اللي عليها بما يرضي الله عن محمد. اللي اتفصلت بيها ايه؟ اللي اتفصلت بيه يعني ده مش اللي عليه. ماشي فلوسي. طب لو في حد من المشاهدين شافها وعجبته عايزها. ماشي يا يشتري برضه يشوفها. عيد نظره يشوفها. تمام يعني ما نحددلوش السعر. لا. ماشي حاضر. الصلاه على النبي. متشكرين عم محمد. صور الدر. اللهم صل على النبي. هذه معانا بقره هنا كده. هذه انتهيت. الصلاه على النبي. الله لا هذه يا طيب. الصلاه على النبي. تبارك الله ما شاء الله. وادي ده ايه ده ولدي كام ده؟ انتهي ولا ليه كام يوم ده؟ كم يا راجل انت 10 ايام. 10 ايام. اسبوع مش 10. اسبوع؟ اسبوع. الصلاة على النبي. هذا نتايه ده. نتايه ده خالد. صورني انا هنا وجنب قرتي. انا نتايه دي. ايوه نتايه. ماشي منور يا خالد. وريني تقدر توريني سنها؟ سنها. زي الجنيه. سادة على الاول. هاي بالصلاة على النبي. هذا يا جماعه سادة على الاول كده. الله اكبر. ما تورينا الحلبات شغاله ولا الاربعه؟ يا سلام. الله ينور. الله ينور. الصلاة على النبي عليك يا عمي. الله اكبر. الاربعه شغالين يا جماعه. اربع حلبات شغالين اهو. تبارك الله. تبارك الله.
تبارك الله عنك. تبارك الله. والفلوس 20700. 20700. 20700. بسم الله ما شاء الله يا عم. 20700. تمام. ومن دول عيل برضو تحل. تحب تسيب رقمك؟ ها؟ تحب تسيب رقمك؟ عيل اديك الرقم. ماشي. ادي الرقم يا رمضان. صلى على النبي. تبعك جديد؟ دح العجل ذا. شد شد يا مرجح على حريق دين ودرج. سواه. بس خلاص. كم رقم الرأي؟ 0100 37 96 96 782 782 ماشي عم محمد. دي تبعك دي؟ دي الأشر. خمس شهور وماشي في السادس. خمس شهور وماشي في السادس. وقافلة على الأول. وقافلة على الأول. وفي أبيع وشرب 16.5 والحليب مري. يعني دلوقتي بتحلب هي؟ خلي بالك خلي بالك. بتحلب. بتحلب يا ابوي. الصلاة على النبي. تحلب يا خال. والحليب مريم. عشر خمس شهور؟ عشر خمس شهور وماشي في السادس. ماشي في السادس، يعني خلصت الخمسة. ايوه. وماشي في السادس. بادي في السادس. الفلوس كم؟ البيع والشراء فيها 16.5. 16.5 البيع والشراء. رقم التليفون اللي سبته مع البقرة دي هي اللي مع البقرة دي؟ هو. ماشي عم محمد، ماشي. متشكرين عم محمد، الله يوسع عليك. متشكرين يا خال. الله يوسع عليكم يا رب. حاضر يا خال. عشر دي يا خال؟ عشر. الصلاة على النبي. عشر كام يا خال؟ عشر خمسة. ايش سنها؟ سادة. الصلاة على النبي. السلام عليك. الله يوسع عليك. السلام عليك. ايه فلوسها يا خال قلت لي؟ 15000. 15000. 10 كم؟ 5 شهور. 5 شهور وسادة. نشتريه. وحنبيع. ايوه ما احنا بنفهم واحنا المشاهد. تمام، يعني كده فلوسها دي 15، احنا نوزع عليها العرق. صح كده؟ 5 شهور. تمام، تحب تسيب رقمك معنا؟ والله ما معي تليفون. معكش تليفون، الله يوسع عليك يا خال. الله يوسع عليك. هذا يا جماعة قدام السلام. اهو العب لعب. السلام. شرشورة كبيرة يا جماعة بالصفات يعني. السلام. هذا البقر العشر والوالد. عندي رقم التليفون يا استاذ. ماشي هاتهم. فين البقرة قلت لي عليها؟ العشر خمسة دي؟ عشر ستة. عشر ستة. كم رقمك الكبير؟ 18700. لا قول لي من الأول. الرقم. ايه 18700 دي؟ فلوسها. فلوسها 18700. كم الرقم؟ 011. 011. 490. 490. 497. قول من الأول. 011. 4. 970. 32. 46. العنوان فين يا كبير؟ طه عبد الوهاب الرمادي. الأستاذ طه؟ أو المعلم طه. أي حاجة. الرمادي. الرمادي. كابومبو؟ كرابي. ادفو. تمام، أحسن ناس ادفو عم والله. هذه يا جماعة البقرة دي 10 6 شهور. هداوة. صلى على النبي. آخر هداوة يا جماعة. وادي تحلم. هذه يعني ولا تخصنا؟ اه يا جماعه الصلاة على النبي. اكل حجازي. الصلاة على النبي. تبارك الله يا عمي. تبارك الله. الله يوسع عليك يا اخي. اللهم امين. الله يوسع عليك. هذا يا جماعه سوق البقر الوالد. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. تبارك الله يعني. تبارك الله. السوق رام النهارده. ويا جماعه عشان خاطر يعني، مش هنقول لكم عشان خاطر المجهودات، عشان خاطر القناه بتاعتنا تظبط معانا. ادعمونا اللايك يا جماعة، واشتركوا في القناة، وصلوا على النبي في التعليقات صلاة النبي عشان تهل علينا وعليكم البركة. صلى على النبي كده في التعليقات، مش هتخسر حاجة والله. ودوس لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.